السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب الصف الثاني الإعدادي، هنكمل مع بعض منهجنا الجديد نيو هالو. معكم مستر جاسر من قناة Easy English for Primary، وهنشتغل من كتاب المعاصر تمارين هنحلها مع بعض إن شاء الله. توكلنا على الله. هبدأ يونت 1 اللي احنا خدنا فيه حلقة زمن the present simple tense. عارفين زمن the present simple اللي هو المضارع البسيط؟ يعني ايه مضارع بسيط؟ لما قلت جملة كده I work in a hospital، دي ايه؟ حقيقة. طيب معناها ايه؟ I am a doctor، معناها I am a doctor، معناها I work in a hospital، معناها I go to hospital every day مثلا. Okay. طيب I run fast يعني أنا بجري بسرعة، دي حقيقة. طيب I run fast، he runs fast، she runs fast، it runs fast. الفعل ضفت له s لما كان الفاعل he runs، she runs، it runs. يبقى ضفت الفعل اس لما كان الفعل هي او شي او ات. احمد منى زكات. اوكي يو ران فاست، وي ران فاست، زي ران فاست. يبقى انا عندي اكزامبل واحد هو ران فاست، طب شكله ايه؟ اي ران فاست، هي رانز فاست. اوكي طيب دي جمله مثبته. الجمله المنفيه I run fast، I don't run fast. طب he runs fast، he doesn't run fast. She runs fast نفسها، she doesn't run fast. It runs fast يعني هي بتجري بسرعة. طيب هي لا تجري بسرعة، it doesn't run fast. You run fast، you don't run fast. We run fast، we don't run fast. They run fast، they don't run fast. يبقى أنا كده عملت جملة I run fast positive، وحبيت في الجملة إن أنا ما بجريش بسرعة قلت I don't run fast. يبقى أنا أجري بسرعة إيه؟ I run fast. طيب أنا لا أجري بسرعة، I don't run fast. هو يجري بسرعة، he runs fast. هو لا يجري بسرعة، he doesn't run fast. Okay؟ هنقولها آخر مرة، I run fast، I don't run fast. He runs fast، he doesn't run fast. She runs fast، she doesn't run fast. It runs fast، it doesn't run fast. You run fast، you don't run fast. We run fast، we don't run fast. They run fast، they don't run fast. واضح حالة الإيه؟ إن أنا بتكلم جملة مجابة I run fast، واضح إن أنا بتكلم جملة منفية I don't run fast. أنا كنت بقول I run fast دي جملة مجابة، معلومة، اديت لك معلومة I run fast. طب لو بسأل بقى Do I run fast؟ هل أنا بجري بسرعة؟ I run fast؟ في السؤال استخدمت do. Do I run fast؟ He runs fast. Does he run fast؟ She runs fast. Does she run fast؟ It runs fast.
Does it run fast? You run fast. Do you run fast? We run fast. Do we run fast? They run fast. Do they run fast? يبقى أنا استخدمت do or does في السؤال في زمن present simple. طيب do لو الفاعل I، بعد do بيجي الفاعل إيه؟ I. do ها you لو الفاعل you. do we do they، كلام واضح. لكن استخدمت does لو الفاعل he or she or it. خد بالك does he run. طب الاس اللي كانت في run في الجملة هنا he runs fast، أما قلت does مبقتش موجودة. طيب repeat after me. I run fast. Do I run fast? He runs fast. Does he run fast? She runs fast. Does she run fast? It runs fast. Does it run fast? You run fast. Do you run fast? We run fast. Do we run fast? They run fast. Do they run fast? Okay. عندي كلمات بستخدمها في زمن present simple. Present simple. أنا بتكلم بقول present simple ده بيعبر عن حقيقة. يعني I go to work. طب I go to work ممكن استخدم أقول I always go to work. Okay. I usually go to work. I often go to work. I sometimes go to work. لكن أنا لو ما بروحش العمل فبنفيها ب I never. I never go to work. هنشوف. I always go to school. I always go to school. أنا دائما بروح المدرسة. وهو ينفع أقول I go to school. أمال إيه الفرق بين دي ودي؟ إن أنا هنا قلت أنا دائما بذهب إلى الإيه؟ المدرسة. يبقى always اللي معناها إيه؟ دائما. طب لاحظ إن always جت قبل الفعل go. I usually go to school. طيب دي معناها دائما، يعني دائما بروح الخمس أيام اللي في الأسبوع. طب I usually go to school معناها بروح كم يوم؟ مثلا أربعة. يبقى دي كان معناها إن أنا بروح الخمس أيام. أنا عندي الجمعة والسبت أجازة، طب بقية الأيام بروحها، يبقى I always go to school. I usually go to school معناها إن أنا بروح مثلا حوالي أربع مرات، لأن usually معناها إيه؟ أوكي. طيب I often دي معناها عادة، دي معناها غالبا، معناها بروح حوالي تلات إيه؟ مرات تقريبا. طيب I sometimes أحيانا ده أنا إيه يعني؟ بروح يوم أو اتنين في الأسبوع. I sometimes go to school. يبقى أنا بروح مثلا حوالي مرتين أو مرة في الأسبوع. I never go to school ما بروحش زيرو، ما بروحش الإيه؟ المدرسة. يبقى always معناها دائما، always دائما، ها usually عادة، often غالبا، sometimes أحيانا، never أبدا. طب احنا شرحنا الحالات بتيجي ازاي. I usually go to school معناها كل يوم، so every day. آسف، I always go to school معناها every day. I usually go to school معناها ان انا بروح مش كل يوم. I often go to school
انا غالبا بروح لايه المدرسه. I sometimes go to school. احيانا. I never. لا ما بروحش. اوكي طيب قلنا sometimes usually كل ده جاء قبل الفعل. طب في verb to be اللي هو am او is او are، ها ايه اللي بيحصل؟ ان sometimes always usually often never بتيجي بعد الايه؟ بعد verb to be. I am always busy. يبقى انا دائما مشغول. He is usually bored. هو ده ايه؟ يعني عادة بيبقى ايه؟ ملان. They are often active. هم يعني غالبا ما بيبقوا ايه؟ نشطاء. اخر حاجة بالنسبة لي اخدها how often. How often do you go to school? How often do you do your homework? انا بسأل how often يعني ايه؟ كم مرة؟ كم مرة بتعمل كده؟ فبقول له ايه؟ الاجابة بتبقى ايه؟ always usually ها often sometimes. لو لا يبقى ايه؟ never. طب ممكن اقول له ايه حاجة تانية؟ ها once مرة twice three times. يبقى how often ده موضوعنا اللي هنذاكره النهاردة. اوكي قلنا how often ده موضوعنا. ف always usually often sometimes never دي الإجابات. فبقول how often do لو الفعل اللي بعد do are you we they. طب how often does لو الفعل he or she or it. how often do or does وبعدين subject اللي هو الايه الفعل. how often do you. How often does he go to school? Go اللي هو الفعل مصدر الفعل infinitive. يبقى how often do you go to school? How often do you do your homework? How often do you pray? Pray يعني يصلي. How often does she pray? يبقى ده how often وإجابته always, usually, often, sometimes, never. اوكي كده احنا ذاكرنا مع بعض كلمات listen 1 and 2. خدنا زمن present simple. اوكي النهارده عاوز يعني بعض الاسئله السهله جدا اللي انت تعودت عليها. What's your name? I am Nada. What's your name? I am احمد. يبقى لو اسمك ندى او اسمك ندى هتقولي I am ندى. لو اسمك احمد اسمك احمد هتقولي I am احمد. How old are you? تقريبا انت كده في سنة تانية اعدادي يبقى عندك حوالي 12 13 سنة. هتقولي How old are you? I am 12 years old. I am 13 years old. Where do you live? I live in. بقول المكان اللي انا عايش فيه. Where do you live? أين تعيش؟ I live in طنطا. I live in منصورة. I live in كايرو. What class are you in? I am in prep 2. أنا في سنة تانية. I am in prep 2. How do you go to school? I go to school by bus. لو بتروح بالأتوبيس. I go to school by taxi. لو بتروح بالتاكسي. I go to school on foot. على الأقدام لو بتمشي. When do you go to school؟ يعني غالبا كلنا بنروح I go to school at 8 o'clock. لو بتروح الساعة 7 تقول I go to school at 7 o'clock. What's your favorite subjects؟ ايه موادك ايه مفضلة subject. What's your favorite subject؟ ايه مادتك الايه المفضلة. What's your favorite subject؟ My favorite subject is English. My favorite subject is math. Okay. طب لو أنا بسألك what's your favorite subject وأنت عندك مواد كتير مفضلة فتقولي my favorite subjects are math and Arabic.
يبقى هنا لو قلت what's your favorite subject هيكون ايه؟ my favorite subject is art, my favorite subject is English. دي كانت أسئلة شخصية about yourself, عن نفسك. اوكي, آخر حاجة ناخدها homework. عندي exercise في كل كتاب, سواء bit by bit أو المعاصر أو أي كتاب أنت بتشتغل منه. فعندي exercise إيه يعني based on إيه, lessons 1 and 2 اللي احنا خدناهم في حلقتين. طيب السؤال الأول يبقى listening, تسمع علشان تجاوب, تجاوب من إيه؟ أربع إجابات. أوكي, يعني بيقول لي إيه what is this interview about, شريفة, شريفة's neighbors, neighbors اللي هم الجيران, شريفة and her family, شريفة's friends. فهتختار إجابة بعد ما تسمع التكست أو السؤال. طيب السؤال الثاني ده عبارة عن dialogue, وانا بحب الديالوج قوي لان لازم استفيد من الديالوج اللي قدامي. الديالوج ده ما بقاش بيبقى تعبير او سؤال وجواب. فده سؤال اهو, can I ask you some questions, هتقول له yes or no براحتك, بس انا لازم اقرا بقيه الديالوج علشان اعرف ان كان انت قلت له yes or no, لان لو قلت له no يبقى انت نهيت الايه الحوار. اوكي, can I ask you some questions, هتقول لها ايه of course, go ahead, يعني of course, طبعا go ahead, اتفضلي اتفضل. I get up at 6:30 a.m. انا بصحى الساعة 6:30. يبقى كان بيسأل ايه when do you get up, when do you get up, عشان كده قال لي I get up at 6:30 a.m. طيب هنا برضو السؤال ناقص الإجابة اللي موجودة, I usually cook breakfast before going to school. طيب بيفور جوينج سكول دي يعني مش هو بيحدد له الميعاد اللي هو بيعمل فيه الايه البريكفاست او بيجهز فيه البريكفاست, فيقول له ايه when do you usually cook breakfast. قلت له when do you usually cook breakfast, فقال له ايه I usually cook breakfast before going to school. Yes, yes, أول ما قال يس يبقى عرفت إن السؤال هنا بادئ بفعل. I sometimes listen, فيبقى هنا السؤال بادئ بدو, لأن هو بيقول له I listen, I sometimes listen. طيب ده هيبقى homework, ده نوع من الأسئلة. تاني نوع من الأسئلة, تالت نوع بقى choose what do you do to a fun, I play chess. طيب fun يبقى make fun ولا have fun ولا try fun ولا cry fun. طبعا have fun. يبقى ده تالت نوع من الأسئلة, انت هتكمل باقي homework ماشي, علشان ان شاء الله هنراجع homework قبل ما نبدأ وهنكمل lessons 3 and 4. اوكي, يبقى ده هيبقى homework. طب انا ما عنديش كتاب المعاصر, ماشي, يعني اشتغل على كتاب اللي عندك listen 1 and listen 2. تقدر تجيب كتاب المعاصر عشان نتابع مع بعض, يبقى افضل. توكلنا الله, goodbye and good luck.